السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحبابنا الكرام، معاكم محمد هنداوي وأنت بتتفرج على زيتونة زراعية. وأول سماد هنتكلم عنه هو سماد نترات النشادر NO3. النترات أحبابنا المزارعين عارفين النترات، الشكارة الحمراء اللي كل الناس عارفاها اللي فيها نسبة النيتروجين 33.5%. ونترات النشادر لها مميزات وليها عيوب. مميزات النترات أحبابنا الكرام إن هي سهلة الذوبان في التربة، وكمان سريعة الامتصاص، لأن النبات بيمتصها في الصورة النهائية ليه. النبات بيمتص العناصر النيتروجينية إما في صورة نترات أو إما في صورة أمونيوم. والنترات هي سهلة الامتصاص بالنسبة للنبات، والنسبة بتكون 33.5%، فهي نسبة مناسبة لجميع النباتات، لا هي نسبة قليلة زي ما في الملح أو سلفات النشادر، ولا هي عالية زي ما في اليوريا. طيب نيجي بقى لعيوب نترات النشادر. نترات النشادر عيوبها إن هي سالبة الشحنة، NO3 سالب. NO3 ده احبابنا الكرام هو سالب الشحنة، واحنا عارفين ان حبيبات التربة سالبة الشحنة، وسالب مع سالب بيتنافر. اذا لما احنا بنضيف نترات النشادر في التربة بتبدأ تتنافر مع حبيبات التربة وتصرف مع ماء الري وتغسل في مياه الصرف بصورة سريعة. اذا لو انت عندك الارض غادقة ما ينفعش نضيف فيها نترات النشادر، وده اللي بيحصل احبابنا المزارعين. مزارعي الارز ما بيعرفين كويس ان احنا ما ينفعش نضيف النترات في الارز. ليه؟ هم مش عارفين ليه، لكن عشان المشكلة ديت، لان هي سالبة الشحنة، فبيضيفوا عادة بيضيفوا اليوريا او ممكن يضيفوا سلفات النشادر. ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، وتأكد ان انت عامل اشتراك وفعل زر الجرس. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.